أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم رائد أعمال ورجل أعمال مميز من جمهورية مصر العربية الحبيبة. اخترنا لكم السيد حبيب واصف، مؤسس والمدير التنفيذي لشركة إيديكا للتجارة العامة بإمارة دبي. بداية أسعد الله أوقاتك سيد حبيب. أهلا وسهلا، والشرف لينا أن احنا نكون مع حضرتك النهاردة في القناة. وأنا اسمي حبيب واصف من مصر، من صعيد مصر محافظة أسيوط. ما شاء الله، متشرفين فيك اليوم بالمكتب الخاص بحضرتك بإمارة دبي. سيد حبيب، حابين نتعرف على فكرة التأسيس لشركة إيديكا للتجارة العامة، من وين جاءت وأيضا متى بدأت العمل بهالمجال؟ هذه الشركة بدأنا العمل من سنتين تقريبا. أنا موجود في الإمارات من 2006، بدأت عمل في شركة مشروبات غازية، فأنا عندي خلفية عن التجارة، يعني كنت بدأت عمل وصلت لحد تيم ليدر، فأنا حبيت أعمل بيزنس خاص بي، فبدأت شركة إيديكا للتجارة العامة. جميل جدا، نتمنى لكم طبعا كل التوفيق والتقدم والنجاح. سيد حبيب، حابين نتعرف على الخدمات اللي بتقدمها إيديكا للتجارة العامة بشكل عام. احنا شغالين في المنتجات الغذائية، مشروبات غازية، مية، أجبان، عصاير، أحليب، فحاول يعني بنساعد العميل على أساس احنا نقدم له حاجات يعني متطلبات الماركت، لأن حاليا زي ما انت شايف غالي الأسعار حضرتك، فلازم يعني نقدم حاجات رخيصة تمشي مع السوق. صحيح صحيح. من وين بتيجي هالمواد الغذائية؟ هل هي بتكون استيراد أو من محلية بدولة الإمارات؟ لا، حاليا لسه شغالين في اللوكل المحلي. محلي، بس إن شاء الله بالفيوتشر إن شاء الله بنحاول بنشتغل برا يعني استيراد إن شاء الله. ولكل إمارات الدولة بتوردوا؟ بنشغلين كل الإمارات، الشارقة، دبي، العين، أبو ظبي، كله. جميل جدا. سيد حبيب، حابين نعرف ايضا شو الاشي يلي بيميزكم وبيميز منتجات وتجارة إيديكا للتجارة العامة؟ اللي بيميزنا لازم اشوف العميل اللي محتاجه، فلازم اقدم له وقت الاسعار، يعني هو العميل بيوصل السعر، فلازم ادي له خدمة كويسة وسعر افضل عن غيرنا. جميل جدا. سيد حبيب، ايضا اليوم احنا حابين نتعرف على الرؤية المستقبلية لحضرتك والخطط المستقبلية لتطوير شركة إيديكا للتجارة العامة والأعمال الخاصة بها. وين بنشوفكم بالمستقبل بإذن الله؟ إن شاء الله بإذن الله، يعني الفضل يرجع ربنا والتوفيق إن شاء الله. بنحاول إن شاء الله نكون يعني رقم واحد ونفتح فروع تاني في كل الإمارات إن شاء الله. زي يا ما قال الشيخ محمد بن راشد، يعني رقم واحد هو وشعب. أكيد إن شاء الله نتمنى ذلك. أكيد إن شاء الله يا رب نشوفكم على مستوى السبع إمارات، ونشوفكم على مستوى الخليج والوطن العربي بإذن الله تعالى. سيد حبيب، اليوم إحنا بدولة الإمارات العربية المتحدة، يعني كما حضرتك نوهت وذكرت شيوخ دولة الإمارات بشكل عام اليوم بيوفروا لنا البيئة الآمنة والبيئة الخصبة للاستثمار. اليوم شو كيف بينعكس الأمن والأمان على التجارة بشكل عام، وكيف بينعكس على الأمان الاجتماعي والمالي بدولة الإمارات؟ طبعا الحكومة أنا موفرة كل التسهيلات، أمن وأمان ومساعدات معنوية ومساعدات في البنوك وكل حاجة، يعني الرخصة أنا بتاخد معي 24 ساعة عشان أعمل رخصة. صحيح. كل التسهيلات، تصاريح في نفس الوقت، كله أونلاين. صحيح، يعني نشكرهم يعني جدا على الأمن والأمان وكل حاجة، وحقوقك محفوظة هنا. صحيح صحيح. أكيد أيضا بنتوجه إحنا برسالة شكر لحكام وشيوخ دولة الإمارات العربية المتحدة على كل الجهود المبذولة لتوفير البيئة الآمنة والبيئة الخصبة للاستثمار. اليوم سيد حبيب، أيضا حابين نعرف السادة المشاهدين على الموقع الجغرافي لشركة إيديكا للتجارة العامة وكيفية التواصل معكم. إحنا المكتب حضرتك موجود هنا في دبي، وعندنا حاليا فرع في الشارقة، في دبي في ديرة الخبيصي، في الشارقة الصناعية واحد، والتواصل عن طريق التلفونات أو اللين. جميل جدا. إذن أعزائي المشاهدين، الموقع الجغرافي هناك سهولة بالوصول لإيديكا للتجارة العامة عن طريق الموقع الجغرافي في إمارة دبي منطقة الخبيصي، وأيضا بإمارة الشارقة، وسوف تظهر جميع أرقام ووسائل التواصل أسفل الشاشة. في نهاية برنامجنا سيد حبيب، حابين نتشكرك جزيل الشكر على حسن الاستقبال وحسن الضيافة. أول حاجة أشكركم طبعا أنتوا على دعمكم للشركات الصغيرة دي، وده يعني مشكور حساب لكم ومقدر لكم، ونشكر طبعا دولة الإمارات وحكومة الإمارات ويعني كل شعب الإمارات على التسهيلات كلها اللي بيقدموها في كل المجالات. شكرا مرة أخرى سيد حبيب. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختم حلقتنا لهذا الأسبوع.
تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.